الله الذي جعل النكاح آية، فقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونصلي ونسلم على من جعل النكاح السنة، فقال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وصفا منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها متاع وخير متاع الدنيا المرء الصالح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، اني مكافر منكم الامم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، انه اغض البصر واحسن الفرج، من لم يستطع عليه الصوم فانه له بداء، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. عمر نعم كنت جاي بدون